بعته مودس بعتنا بالتدريب، ودي نعمه كبيره لله سبحانه وتعالى انه يحموا انفسهم ويحموا عرضهم ومالهم وبيوتهم. اللواء ركن معاش الجنيد حسن الاحمر رئيس لجنه التسليح بولايه الخرطوم ابان بان بنات نسيبه هن السند الحقيقي للدفاع عن انفسهن وعرضهن من دنس العملاء، مشيرا لاعداد المعسكرات والتدريب بمهنيه عاليه. نحن حقيقه بندرب هؤلاء المستشفرات اخوات نسيبه بسبب بنت كعب المازنيه، ندربها لانه هنالك من اغتصب النساء في بيوتهن، ولذلك نحن قمنا بهذا التدريب لكي يدافعنا عن عرضهن وعن بيوتهن وعن اهلهن. لذلك هذا الاعداد الروحي والبدني والعسكري جاء متماثل لمثل هذه الافعال. فيما اكد اللواء ركن الدكتور مهندس امير سليمان ممثل قائد منطقه وادي سيدنا العسكريه اهميه دور المقاومه الشعبيه وانتظامها في معسكرات التدريب، واصفا بان عمليه التدريب كانت عاليه الاداء، وظلوا صمام الأمل لمنطقة الريف الشمالي بكرري، وسيكون لهم أدوار متعاظمة ومنتظرة في الإعمار للمناطق التي دمرتها الميليشيا المتمردة، شاكرا جهد المدربين في إعداد المستنفرين والمستنفرات. المقاومة الشعبية بالريف الشمالي بسروراب القواهلة، وكما عودونا أهل الريف الشمالي يعني انتظموا في هذه المعسكرات، وقبل حلول رمضان شهر رمضان المبارك كنا الدوم اليومية في واحد من هذه المعسكرات، ومسحنا الريف الشمالي من بداية البابا حتى جوز نفيسة. تخريج هذه الكوكبة من المستنفرات من معسكر الشهيد الشيخ آدم عبد الله بمنطقة الكوال بالريف الشمالي كرري إضافة داعمة للأمن والاستقرار بالمنطقة. لتلفزيون السودان عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن الخرطوم. تدافع كل ما بنجيب عشان حمايته شيخ كبير وشباب. وقفت الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة وإدارة التوجيه المعنوي بقيادة الفرقة 17 مشاة سنجة، وقفت على ترتيبات متحرك كتيبة الشهيد يوسف عبد الله الدحيش الثانية إلى الخطوط الأمامية لتحرير البلاد من دنس التمرد. وأكدت الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة أن معسكرات إعداد المستنفرين ستتوالى حتى يتم تحرير البلاد من الخونة والمتمردين والمرتزقة. وقفت الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة وإدارة التوجيه المعنوي بالفرقة 17 مشاة بسنجة وقيادة المقاومة الشعبية للتصدي لانتهاكات ميليشيا الدعم السريع المتمردة على مستوى البلاد عبد الله الجيلي. وقفت على استعدادات متحرك كتيبة الشهيد القائد يوسف عبد الله الدحيش الثانية بمعسكرات الكرامة بمحلية شرق سنار وجاهزيتهم للدفاع عن الأرض والعرض. وخاطب المستنفرين رئيس الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة أحمد محمد عبد الله، مؤكدا جاهزية القوة للتحرك للخطوط الأمامية بعد أن تلقت كافة أنواع الفنون القتالية. أنتم الآن في مصنع الرجال، وقد تم إعدادكم إعدادا تاما إعدادا قويا جسديا وعقليا وروحيا وثقافيا دفاعا عن أرضكم وعرضكم. من جهته أكد رئيس المقاومة الشعبية بالبلاد عبد الله الجيلي أن سنار هي رمز عزة السودان التي تكسرت عندها رماح الأعداء والمتمردين، مضيفا أن جذوة المقاومة الشعبية بالبلاد لن تتوقف حتى تحقيق النصر ودحر التمرد. ولاية سنار، سنارنا والتاريخ بدأ من هنا. سنار التجابة، سنار الدراية، سنار القراية، سنار الكتاب والركاب. لا بد أن نحيي إنسان هذه الولاية عبرك أخي أحمد بنين نائب رئيس هذه اللجنة التي تجمع النفرة والتي تجاهد والتي تقود المستنفرين والتي تدعم القوات المسلحة. كتائب المستنفرين بولاية سنار هي اليوم اصطفت في متحرك الشهيد
كتائب المستنفرين بولاية سنار، ها هي اصطفت اليوم تحت لواء كتيبة الشهيد عبد الله الدحيش للتحرك إلى الخطوط الأمامية لدحر التمرد. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، محلية شرق سنار. أكد رئيس لجنة التدريب والمعسكرات بلجنة التعبئة والاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بمحلية مبدا الدكتور أحمد منصور عبد الهادي، أكد الاهتمام ومتابعة معسكرات التدريب العسكري للوافدين من محلية مبدا لكرري من المستنفرين والمستنفرات واستمرار التدريب العسكري، وذلك للدفاع والذود عن حياض الوطن لدحر ميليشيا الدجلو الإرهابية والمرتزقة والوقوف مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في خندق واحد. أشاد والي الشمالية المكلف عابدين عوض الله أشاد بخطوة تكوين حلف الكرامة لدعم وإسناد القوات المسلحة بمحلية الدبة الذي يضم 17 مكونا أهليا وقبائل من ولايات الشمالية وشمال كردفان والخرطوم. وأكد الوالي خلال لقائه بمحلية الدبة عددا من مكونات الحلف، أكد أن الحلف يعد إضافة للمقاومة الشعبية بالولاية. مواجهة للميليشيا المتمردة ودفاعا عن الأرض والعرض، أعلنت 17 مكونا أهليا بالشمالية وشمال كردفان والخرطوم عن تكوين حلف الكرامة دعما وإسنادا للقوات المسلحة في معركة العزة والكرامة. كقبائل الحلف سندافع عن الولاية الشمالية أولا، لأنها هي التي آوتنا عندما يعني نزحوا من الخرطوم، عندما نزحوا من شمال كردفان، عندما نزحوا من دارفور، عندما نزحوا من كل السودان. الولايه الشماليه كانت مهدا امنا باهلها الاكارم الاشارف، كانت جاهزين في اي لحظه من اللحظات بمالنا وباولادنا وبدمائنا بكل ما نملك. نحن خلف القوات المسلحه وخلف الامن لحمايه الارض والعرض والدين باذن الله سبحانه وتعالى. نحن جاهزين على قاعدين، نحن جاهزين سلاح رجال مال اتاد لنقوى من خلفكم. الإدارة التنفيذية بمحلية الدبة أكدت أن المحلية كانت سباقة في انطلاقة المقاومة الشعبية لتنال مجددا شرف تكوين حلف يمضي في اتجاه دعم ومساندة القوات المسلحة. بإذن الله سبحانه وتعالى احنا مطمئنين بأنه هذا الحلف سيستمر وسيتوسع، ويكون إن شاء الله هذه النواة يدخل فيها إن شاء الله كل القبائل في السودان وكل المواطنين في السودان، وكلهم إن شاء الله يبقى حلف الكرامة هو حلف السودان، هو الشعب السوداني دعما وسندا للقوات المسلحة حتى يتحقق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن في الأجهزة الأمنية إن شاء الله نبذل قصارى جهدنا لرد هذا العدوان وهذا التمرد بالدعم الخارجي والدعم الداخلي من الخلايا النائمة من العملاء والخونة. حكومة الولاية الشمالية متمثلة في واليها ومدير الشرطة بالولاية أكدت دعمها ومساندة حلف الكرامة ضمن لجنة المقاومة الشعبية، كما دعت قيادة الحلف إلى مناشدة شبابهم الذين يقفون في صف الميليشيا المتمردة لتحكيم صوت العقل بجانب التكاتف لمواجهة اعتداءات الميليشيا تجاه المواطنين. الدعم المجتمعي لنا من أهلنا بكل الوصوف وكل الأصناف كان معنا جنب إلى جنب وخندق بخندق، وتطورت هذه المسألة إلى أن وصلت لهذا الحلف، هذا الحلف الذي لم يسبقه حلف في السودان منذ أن حصلت هذه المحنة. وظلنا نتابع من على حاضرة الولاية كل التفاصيل لهذا الحلف منذ بدايته إلى أن نظم ورتب وتم إخراجه بهذه الكيفية التي قدمها الأخ محمد فايد أمامنا الآن. الآن هذا التحالف نحن بنأيده وبندعمه، لأنه بيعبر تعبير حقيقي وتعبير صادق عن صدق مواطن الولاية الشمالية وكل سكان الولاية الشمالية انه نحن مع بناء السودان هذا الوطن. نحن ما بنعرف غير القوات المسلحة، نحن ما عايزين حرب، لكن لما تتفرض علينا ما بنكون اداة لها. حلف الكرامة والذي تم الإعلان عنه من الولاية الشمالية أجمع قياداته على تقديم كل ما يلزم في سبيل نصرة الوطن وتحريره من الخونة والعملاء. نادي فاروق، لتلفزيون السودان، الولاية الشمالية. تسلم قائد سلاح المدفعية عطبرة
اللواء الركن محمد الأمين حسن عبد الوهاب سلم عدد 60 من المستلزمات الطبية التي دفعت بها أمانة ديوان الزكاة بولاية نهر النيل برئاسة الدكتور يحيى الجمراوي دعما وأسنادا للمستشفى العسكري الذي يقدم خدمته الطبية والعلاجية لجرحى ومصابي معركة الكرامة. في خطوة وجدت الإشادة والتقدير والثناء من قيادة سلاح المدفعية بعطبرة بولاية نهر النيل ممثلة في قائد سلاح المدفعية اللواء ركن محمد الأمين عبد الوهاب قائد سلاح المدفعية، دفعت أمانة ديوان الزكاة بعدد مقدر من الأسرة الطبية المتكاملة تعمل لبصيرة المستشفى العسكري بعطبرة، وذلك إيمانا منها بالدور الكبير للمستشفى في تقديم خدماته الطبية والعلاجية لجرحى ومصابي معركة الكرامة، خاصة في هذه الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. اليوم نحن سعيدين في قيادة سلاح المدفعية في السلاح الطبي عطبرة باستقبال هذه الغافلة الكبيرة من إخواننا في ديوان الزكاة. هذه الغافلة تتمثل في دعم مستشفى السلاح الطبي ومعركة الكرامة بعدد مقدر جدا من الأسرة الطبية بكامل لوازمها وتجهيزاتها. يمكن نحن من هذا المنطلق ومن هذا الباب يعني نسمي هذا الدور الكبير لإخواننا في ديوان الزكاة، يمكن على رأسهم السيد الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي والأخ الأمين الولائي أخونا دكتور يحيى وكل الإصطاف الموجودين معه. مسيرة عمل ممتدة وجهود كبيرة ظل يطلع بها ديوان الزكاة بنهر النيل في تقديم خدماته دعما وإسنادا لقوات الشعب المسلحة في الخطوط الأمامية، فضلا عن مشاركته الكبيرة في تسيير القوافل المحملة بالمواد والموانى الغذائية ومعينات العمل الطبي للمستشفيات. هذا العمل الكبير وهذا التسليم قصدنا به توصيل عدد من الرسائل، أولى هذه الرسائل هي أن ديوان الزكاة ظل وسيظل في قلب معركة الكرامة، فمنذ البدايات الأولى عملنا على تقديم الدعم المباشر لإخوتنا في القوات المسلحة، بالأمس كانت الارتكازات ودعم جرح العمليات ودعم المتحركات المختلفة ثم القوافل المتجهة إلى الخرطوم الجغرافية للقوات المسلحة. وفي ذات السياق تمضي قيادة السلاح المدفعية بخطوات ثابتة اتجاه استكمال العمل في المستشفى العسكري الجديد والذي قطع فيه العمل شوطا بعيدا بعد أن تم إنشائه وتنفيذه على أحدث النظم الهندسية والمعمارية الحديثة بما يواكب الطفرة الصحية وليساهم بقدر كبير في تقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للعسكريين والمدنيين. خالد على أحمد، تلفزيون السودان، ولاية نهر النيل. شهد مدير عام قوات الجمارك الفريق الشرطة حسب الكريم آدم شهد إبادة كميات كبيرة من البضائع والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات. وأوضح مدير عام قوات الجمارك أن البضائع المخالفة للاشتراطات الصحية والتصاريح اللازمة تمثل خطرا على حياة المواطنين وتهدد سلامتهم، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالطرق الصحيحة لعملية الاستيراد وتصدير واستيفاء التصاريح وشهادة الجودة والمواصفات المطلوبة. من جانبه أوضح العميد عصمت علي أحمد أوشيك مدير دائرة جمارك ميناء عثمان دقنة أن الوزن الكلي للإبادة 22 طن بقيمة بلغت 142.560 مليون جنيه سوداني، اشتملت على مستحضرات تجميل وأدوية ومواد غذائية وبضائع ممنوعة ومقيدة ومحظورة. طار العمل الدؤوب لإدارة الجمارك لسلطات المواني أيضا المشتركة، تم اليوم إبادة ما يقارب 145 مليون بضائع بهذه القيمة مختلفة مشكلة منها أدوية منها أسمدة منها سلع مختلفة هي تالفة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبوزن حوالي 22 طن تم اليوم إبادتها. خاطب والي ولاية غرب كردفان الدكتور عصام الدين هارون خاطب فعالية ملتقى التشاوري الذي أقامته مبادرة إسناد التعليم وفتح المدارس بمحلية النهود، وأشاد الوالي بالمبادرة معلنا دعم الحكومة لمخرجات الملتقى.
خطط حشد نوعي كبير انعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة غرب كردفان، الملتقى التشاوري الأول لإسناد العملية التعليمية بمحلية النهود بهدف استئناف الدراسة وفتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوي في كافة أرجاء المحلية، حيث خاطب الملتقى من على البعد والي ولاية غرب كردفان دكتور عصام الدين هارون من مقر إقامته بالأبيض، مباركا هذه المبادرة ومؤكدا دعم الحكومة لمخرجات الملتقى. الأستاذ موسى علي إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية النهود شكر المعلمين الذين قادوا هذه المبادرة، مؤكدا أن المحلية لا تألو جهدا في تذليل كافة الصعاب حتى تكلل جهود المعلمين بالنجاح. يعني كون اللجنه دي بتديهم حافز كتفاهه زي ما المداسه هي، ونحن بندعمهم نجيب معاه. كان دار عوامل محليه نحن بنصدرها لها، يعني عشان الجهات كلها تساهم والحركه بتاعت التجاره، النشاط الاقتصادي، حركه العربات، الوين كلها تساهم عشان العمليه التعليميه دي. ودي يا جماعه مستوعاه، والمحليه نحن لنا تكون نموذج، بس اصبحت نموذج في الامن والاستقرار الامني في مدينه النهود دي. يعني المحليات الثانيه المفروض تحت حاجه، احنا لازم نكون نموذج في التعليم. هذا وقد خاطب الحضور قائد ثاني قوات الاحتياط بالنهود حمد صافي حمد، مباركا المبادره ومؤكدا ان قواته ستقوم بدورها الكامل في تامين كافه المدارس بالمحليه حتى تستمر العملية التعليمية. وبعد نقاش مستفيض وجاد توصل الملتقى إلى ضرورة فتح المدارس بمحلية النهود في منتصف مايو الجاري، بحسب ما قاله رئيس المبادرة الأستاذ سليمان فضل السيد محمد مركز في تصريح خاص لتلفزيون السودان. نحن كمبادرة لإسناد التعليم حددنا عبر المجالس التربوية ومدراء الإدارات المعيقات التي تعيق العملية التربوية، اللي هي الجانب الأمني والبيئة المدرسية. استحقاق المعلمين إن شاء الله لجنة الإسناد التزمت بدفع 40% من رواتب المعلمين شهريا من مواردها الخاصة، لذلك هذا المؤتمر خرج بمخرجات أنه هذه المبادرة وافق عليها أخوان المعلمين ورؤية الأمن وقيادات هذه البلد إن شاء الله، وتفتح المدارس بإذن الله إن شاء الله يوم 12 شهري مايو 2024. وقال الأستاذ الصادق بنات مدير الإدارة العامة للتربية والتوجيه بمحلية النهود إن إدارة التربية والتوجيه ستبذل قصارى جهدها لإنجاح هذه المبادرة. نحن في الإدارة العامة للتربية والتوجيه بمحلية النهود آلينا على نفسنا إننا نقيف مع مواطن هذه المحلية المغلوب على أمره، والإخوة المعلمين الآن الناس قد استمعوا لهم وهم متطوعين بالكاد، والأخوة حكومة الولاية بالأخ الوالي والمدير التنفيذي أكدوا على حس أنه هم برضو مع المبادرة هذه قلبا وغالبا. الحاج أبو عقلة لتلفزيون السودان النهود. ثمن والي ولاية كسل المكلف اللواء الركن معاش الصادق محمد الأزرق ثمن الدور المحوري والاستراتيجي الذي ظل يطلع به منسوبي جهاز المخابرات العامة في التصدي لكل المهددات الأمنية والمؤامرات التي تستهدف الوطن والمواطن. وقال إن جهاز المخابرات سطر بطولات وإنجازات ستظل خالدة في سفر معركة الكرامة. جهاز المخابرات الوطني بولاية كسلا حظي بزيارة تفقدية من قبل والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، تقديرا لدوره الفاعل في حفظ الأمن ومراقبة العناصر الهدامة التي تعبث بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، إلى جانب مساهماته الكبيرة عبر مستوصف شاكرين في توفير العلاج الاقتصادي للفئات ذات الهشاشة الاقتصادية من مواطني الولاية والنازحين بسبب الحروب. تلقينا إفادات وتنويرات هامة جدا جدا، واطمأننا تماما على مجمل الأوضاع الأمنية في ولاية كسلا. وفي هذا الإطار قمنا بزيارة إلى مركز شاكرين أو مستوصف شاكرين الطبي، هو مستوصف بإشراف جهاز الأمن في ولاية كسلا. هذا المرفق خدمي أكثر مما أن يكون ربحي، وبيقدم خدمات جليلة جدا جدا لمواطني ولاية كسلا. مدير جهاز المخابرات الوطني بالولاية عميد أمن رضوان طيفور
أشاد بزيارة والي كسلة التفقدية واجتماعه بقيادات جهاز المخابرات الوطني على مستوى الولاية وتفهمه للأدوار الاستراتيجية التي يقوم بها منسوب الجهاز حفظا للأمن والاستقرار في ربوع الولاية. تلقى تنوير من مدير وضباط جهاز المخابرات العامة بالولاية، وأيضا قام بزيارة لمستوصف شاكرين الخيري الصحي في إطار تفقده للمنشآت التي يشرف عليها جهاز المخابرات العامة في ولاية كسلة، وتلقى تنوير عن المركز وما يقدم المركز من خدمات والمشاكل التي تواجه تقديم المركز للخدمات. عطفا على واجباته الأساسية في تأمين البلاد وفضح المؤامرات التي تحاك ضد أمن وسلامة الوطن في هذه الظروف الحرجة، يقف مستوصف شاكرين منارة شامخة تؤكد على البعد الإنساني لجهاز المخابرات الوطني بالولاية في توفير الخدمات الطبية للمواطنين. وغير التأمين الصحي بنقدم خدمة بالنسبة للناس اللي ما عندهم تأمين صحي، حتى فتحنا نافذة للناس النازحين. التردد عالي جدا جدا، بيجونا من تقريبا من 250 ل 300، شغالين بأربعة طبيب. خدمة التأمين الصحي وخدمة اختصاص. جهاز المخابرات الوطني رغم سعي أعداء الوطن لتمزيقه وإلغاء دوره، إلا أنه نهض مرة أخرى رغم الجراح شامخا أبيا، فطائر الهدهد يحلق عاليا بجناحيه في الآفاق ويأتيك من سبأ بنبأ يقين. عمر خاطي، تلفزيون السودان، ولاية كسلا. أطلق مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية الصديق فريني أطلق نداء للتضامن مع الأطفال المصابين بمرض السرطان. جاء ذلك خلال لقائه مدير عام الجمعية السودانية لأصدقاء أطفال مرضى السرطان تداعي ندى عبد الله دياب ومدير مكتب الرعاية الاجتماعية بالجمعية مروة عبد الله، وبحضور خالد عبد الرحيم مفوض العمل الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم. وأكد فريني أن المرحلة القادمة هي مرحلة استعادة الدور المؤسسي لمؤسسات الدولة، خاصة المسؤولية تجاه الأطفال، وجدد التزام وزارته بالاهتمام بملف أطفال مرضى السرطان عبر مجلس رعاية الطفولة بالولاية، واعدا بتنظيم لقاء يجمع الجمعية مع والي الخرطوم لتضمين رعاية الأطفال ضمن نداء الخرطوم لإعانة المتأثرين بالحرب. من جانبه، طالب مفوض العون الإنساني تقييم الوضع الراهن وإعداد الخطة والميزانية وتحديد الأولويات لعمل المعالجات اللازمة. نظمت جمعية الزهراء للسلام والتنمية بمحلية الأضية بولاية غرب كردفان، نظمت معرضا للمنتجات البستانية، والذي جاء مصاحبا لختام فعاليات الدورات التدريبية التي أقامتها منظمة الرشاش الخيرية للسلام والتنمية بالولاية للحكامات والناشطات في مجال التسخيف المدني، والتي أظهرت قدرة المرأة في تطوير الإنتاج البستاني على الرغم من قلة الإمكانيات. ودعا المهندس محمد النيل محمد متخصص في مجال البسنة، دعا لضرورة تمكين المرأة المنتجة من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية. نحن محتاجين للدعم مالي عشان نقدر نوسع، نزرع الجرجير ونسوي العجور والفجل وأشجارنا الموجودة عندنا هنا دي. نحن برضو يدعمونا عشان بدل نفرشها خام نعمل عصاير بلدية، العرديب والدوم والغروب ذاته ده يا هون عصير، وبرضو شجرنا موجود في المحلية دي انتاجاتنا نحن النساء بمحلية الأضية. زي ما المرأة بتبدع كحكامة في الغول، أيضا المرأة عندها تراث مادي وتراث معنوي للعمل البنشاب، بسيط في الترابيزة دي ولكن عنده أبعاد أكبر. بنأمل أنه أي منظمة بتعمل ورشة للمرأة في كل من أصقاعنا أصقاع السودان ده يجب أن تنتبه للمعارف المحلية، ويجب أن المعارف المحلية دي كيف نحن نطورها، لأنه ده لالوبنا، ولذلك لالوبنا دائما أعزنا من تمر الناس، لابد هذه المعارف تطور. دشن والي الشمالية المكلف عابدين عوض الله دشن حصاد محصول القمح بمشروع أمطار للاستثمار الزراعي بمحلية الدبة بمساحة تقدر بحوالي 4000 فدان، وبمتوسط إنتاجية وصلت لـ20 جوالا للفدان الواحد،
كما دشنا حصاد محصول القمح بمشروع أزهري المبارك بمنطقة العفاض بمحلية الدبة. ما زالت الولاية الشمالية تحقق التنمية يوما بعد يوم، رافعة شعار يد تحمل السلاح وأخرى تنتج. فحصاد محصول القمح بمشروعي أمطار للاستثمار الزراعي ومشروع أزهر المبارك بمحلية الدبة دليل على أن الولاية عقدت العزمة لتحقيق الأمن الغذائي للسودان لا سيما في هذه الظروف. نتوسع في المساحة في زراعة القمح، هذا المحصول الاستراتيجي الذي يحفظ الأمن الغذائي في هذه الظروف الاستثنائية. ونعلم ان يعني ظروف الحرب التي يعني الميليشيا والقوات المتمردة يعني قضت على كل المناطق التي فيها الانتاج في ولاية الجزيرة ولاية دارفور وكردفان، واصبح الوضع الطبيعي ان الولاية الشمالية ومحلية الدبة على وجه الخصوص يعني هي التي الان تساهم في الامن الغذائي وحفظ الامن الغذائي للسودان عامة وللولاية الشمالية بصفة خاصة. طمنونا تماما بالانتاج العالي لمحصول القمح لهذا الموسم الشتوي، وكما شاهدنا قبل قليل الحمد لله رب العالمين كميات عالية جدا وإنتاجية محسنة من القمح، وكذلك الآن يعملون على إنتاج التقاوي بأنواعه المختلفة للمحاصيل للموسم القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولما تتمتع به الولاية الشمالية من مساحات واسعة وأراض خصبة، عملت الولاية على دعم وتشجيع المستثمرين، فكان النتاج قمحا ونماء. زي ما شايفين الحمد لله من خلفنا هذا التل من القمح، ويدل على شيء إنما يدل على حرص الشركة واهتمامها واجتهادها في زراعة المحصول الاستراتيجي والغذاء تقريبا الأساسي الرئيسي لكل أهل السودان. هم بينتجوا كمية كبيرة جدا من التقاوي بيكفي الولاية الشمالية والولايات الثانية، يعني أي منطقة دائرة تقاوي بتاعت قمح بتلجأ لشركة أمطار. نحن نقول على مستوى وزارة الاستثمار والصناعة أن جملة هذا المشروع 23 ألف فدان بعدد 30 محور موزعة داخل هذا المشروع، المساحات الممتدة به بإذن الله تعالى الذي يروى بالطرمبات من النيل، وكذلك الإمداد الكهربائي الذي يغطي هذا المشروع المتكامل، هو إنتاج زراعي وحيواني فيه الإنتاج الحيواني وكذلك البيوت المحمية والإنتاج المصاحب له من الموالح بمختلف أنواعها. هناك مشاريع أخرى إن شاء الله سوف تكتمل في الأيام القادمة لمشاريعها في المحليات المختلفة. نحن حقيقة نغيف من هنا ونقول أن هذه المشاريع وهؤلاء المستثمرين يقولون أن إن شاء الله لا يكون هنالك جوع على مستوى السودان وعلى مستوى الولاية الشمالية، والذين يروجون لما يدور في أسانهم ومخيلتهم هذا هو الرد العملي وهذا هو البيان بالعمل. وللشمالية أكد اهتمام حكومة الولاية بدفع العمل الاستثماري الزراعي، مشيدا بتجربة مشروعي أمطار وأسهر المبارك وإسهاماتهما في تطوير القطاع الزراعي بالسودان. ونحن الآن يمكن خلفنا شوارات القمح والكمية الكبيرة من القمح، واليوم نحن دشنا حصاد القمح بهذا المشروع والذي متوقع أن تصل إنتاجيته لأكثر من 80 ألف شوال. نطمن أهلنا في الولاية الشمالية غاطبة، ونطمن أهل السودان وسعادة السيد رئيس مجلس السيادة إنه الولاية الشمالية بترفدكم بإذن الله سبحانه وتعالى بالغود كاملا. كل من يدعي أن هناك مجاعة في السودان وأن هناك عدم إنتاج نقول لدى الشاهد ودي الدلالة. هكذا هي الولاية الشمالية دوما تظل من الولايات الواعدة في إنتاج محصول القمح، فالميزات الخاصة التي تتمتع بها جعلتها في المقدمة. ناجي فاروق لتلفزيون السودان، الولاية الشمالية. نظمت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف بالتنسيق مع منظمة تنمية وتطوير المجتمعات الضعيفة، نظمت يوما للإرشاد والتنوير بضرورة استخدام الجوال الآمن في تخزين المحاصيل الزراعية، وذلك لتقليل الفاقد وزيادة الإنتاج.
للإنتاج وتقليلا لفاقد ما بعد الحصاد، نظمت منظمة تعزيز وتنمية المجتمعات الضعيفة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، نظمت لقاء تنويريا بمنطقة بليل بمحلية قلع النحل، تم فيه التوعية بأهمية استخدام الجوال الآمن لتقليل فاقد المحاصيل الزراعية. من إحدى المشاريع التي نفذتها منظمة تعزيز وتنمية المجتمعات الضعيفة من أجل تعزيز الأمن الغذائي في شرق السودان، جاء المشروع نتيجة للدراسات والبحوث التي رصدتها وكالات الأمم المتحدة ووزارات الزراعة الاتحادية والمحلية بخصوص ارتفاع معدل فاقد ما بعد الحصاد. ممثل المدير التنفيذي لمحلية قلع النحل أبانا أن المنطقة آهلة بالسكان وبها مساحات زراعية شاسعة، مؤكدا أن هذه المبادرة ستوفر على المزارعين الكثير من المحاصيل التي كانت تذهب هدرا بسبب التخزين غير السليم. دي بداية بتتعامل لما بعد الحرب إن شاء الله يعني، وكويس أنا مبسوط إني في 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 منظمات أنتوا كونت منظمات زراعية، في المهم منظمات التنمية بتاعة المجتمع موجودة، يمكن أنتوا جاهزين تمسوا بهذه المنظمات، لأن مجرد الحرب تجيب هتجي منظمات كثيرة في شتى المجالات، وفقط الزول المستعيد الجاهز هو اللي بيكسب. مثل وزارة الزراعة والإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية أكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المنظمة والجهات ذات الصلة للاستفادة من إنتاج المحاصيل الزراعية لدعم الاقتصاد القومي. أنا خزنت في شوال الخيش سنة، وخزنت في شوال التخزين سنة، جيت وكنت فرغت ولقيت حق الخيش عملت سوس، ولقيت حق البلاستيك دي سليمة في مهلة تقول حسي جابوها من البلاد. ناس المنظمة جابوا لنا جوالات ما شاء الله، خزنت فول السوداني له سنة وثلاثة أيام، فتحت لقيتها بحالة جيدة، نظيف خالية من السوس. المنظمة جاب لنا شوالات إن شاء الله، أنا خزنت شوال العيش زرع فتريت بتخزين بصورة جيدة، وإن شاء الله إيش لما فتحنا شوال طلع شوال عيش نظيف ما فوق أي حاجة. المزارعون المستهدفون بمشروع التخزين الآمن أكدوا نجاح التجربة بعد استخدامهم للجوال الآمن ومقارنته بغيره من المواعين التخزينية. الاحتفال بفتح جوالات التخزين الآمن يجيء معالجة لمشاكل فاقد ما بعض الحصاد من المحاصيل الزراعية دعما للاقتصاد القومي. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف. ضمن استعدادات ولاية سنار للموسم الصيفي المروي، نظمت إدارة مشاريع سنار المروية بقاعة الطقانة والإرشاد، نظمت ورشة حول قانون جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث أكدت الورشة على أهمية انسياب التمويل المبكر للموسم الزراعي الصيفي، باعتبار أن الولاية مؤهلة لسد الفجوة الغذائية التي خلفتها الحرب. نحو نهضة زراعية شاملة، نظمت إدارة مشاريع سنار المروية بقاعة التقانة والإرشاد بسنار ورشة حول قانون جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، تقديم مولانا حافظ بابكر التوم مسجل عام تنظيمات المنتجين، بمشاركة مزارعي القطاع المروي بمحليتي سنار وشرق سنار. وأتت الورشة ضمن استعدادات ولاية سنار للموسم الصيفي لزراعة مساحات مقدرة وسد الفجوة الغذائية التي خلفتها الحرب. نحن اليوم سعداء أن نكون قد دشنا بداية استعدادات ولاية سنار ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية لاستعدادات الموسم الزراعي 2024-2025. تأتي هذه الورشة لضمان تكوين جمعيات المنتجين لتيسير التمويل عبر الجهات التمويلية. وقدمت في الورشة 4 أوراق عمل، وتمت مناقشة خطة إدارة مشاريع سنار المروية للموسم الجديد وحل مشكلة التمويل. تمت خلال هذه الاجتماعات مناقشة خطة مشاريع ولاية سنار المروية للموسم القادم، شملت الخطة المساحية
واحتياجات أعمال الري المدني والميكانيكي، بالإضافة إلى الروابط وجمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. يذكر أن الورشة ناقشت سمات القانون الجديد وأهميته في تشجيع المنتجين وتحفيزهم على مضاعفة الإنتاج وتطويره. سررنا اليوم بمشاركة في ورشة التعريف على ملامح قانون تنظيمات مهن أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011. وهذا القانون يعني قانون خاص ينظم المنتجين في القطاع الزراعي والقطاع الحيواني في السودان. وهذا القانون أهم سماته أنه اعطى مجموعة بتاعت ميزات وخصائص للمنتج. وتعهد مدير بنك السودان فرع سنار بتوفير التمويل للموسم الجديد وتشجيع المنتجين عبر سياسة تمويلية مرنة للمساهمة في توفير الأمن الغذائي. طبعا ولاية سنار هي الولاية التي يعول عليها على أن تكون هي الموفر للأمن الغذائي لكل السودان، وهي حقيقة ولاية مؤهلة. فبإذن الله تعالى في الإطار الكلي السياسة النقدية اتكلمت، بل إنها كلها وجهت للقطاع الإنتاج. ورشة قانون جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني خرجت بجملة من التوصيات، أهمها تشجيع المنتجين لمضاعفة الإنتاج ومنحهم الحق في تطوير العملية الإنتاجية وتسويق المنتج. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، مدينة سنار. شهد والي ولاية كسل المكلف اللواء الركن معاش الصادق محمد الأزرق شهد الجلسة الافتتاحية لسيمينار التصنيع الدوائي والرؤية المستقبلية، مؤكدا أن ولاية كسل لها العديد من الميزات التي تؤهلها لتلعب دورا محوريا في تقديم الحلول والمعالجات البديلة لاستمرار العمل. من العلماء والخبراء في مجال الطب العلاجي اجتمعوا وتنادوا في قاعة التأمين الصحي بولاية كسلة بحضور والي كسلة المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، وذلك بغرض الخروج برؤية متكاملة حول التصنيع الدوائي مستقبلا. تشرفنا كثير في ولاية كسلة بأنه يكون في توطين للعلاج، كان يكون في مركز قلب ومركز للكلى ومركز للأشعة المقطعية ما كانت موجودة. بفضل الله سبحانه وتعالى أولا أنه مجهود القائمين على أمر الولاية والخيرين، الحمد لله المركز اكتمل. جاتنا توطين التصنيع الدوائي، وده أنا برضو بعتبره مكسبين يعني وليس مكسب واحد. مساعد الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم دكتور محمد بشير أكد أن ظروف الحرب الحالية لتكون موئلا للصناعات الدوائية، ودعا حكومة الولاية لدعم هذا الاتجاه وتعضيده. موضوع التصنيع الدوائي هو برضو زي ما ذكرتك بيضيف إضافة قوية جدا إن شاء الله لهذه الولاية، وجذب الاستثمارات والكلام اللي تحدثوا عنه الأخوان يعني المتخصصين في هذا المجال. ونحن واثقين جدا إن السيد الوالي يتبنى هذا وما هو الحضور المبكر لهذه الفعالية هو دليل يعني اللي تبنيه لهذه الفكرة. الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية إلى جانب التنوع السكاني والبيئة الجغرافية، كل ذلك شكل دافعا لمتخذي القرار لاختيار ولاية كسلة لتكون خيارا جيدا لإنتاج وتصنيع الدواء مستقبلا لكافة أنحاء السودان. عمر خاطر، تلفزيون السودان، ولاية كسلة. بهذا الخبر مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، وهذا هو تذكير بالعناوين. الكباشي يصل جوبا ويلتقي رئيس سلفاكير. مسيرات حاشدة بالنيل الأبيض تفاوض القوات المسلحة. تخريج دفعات جديدة من المصنفرات بولاية الخرطوم. مشاهدينا هذه
الأرض لنا. حفظ الله البلاد أرضا شعبا جيشا أينما كنتم. تمنياتي لكم دوام الصحة والعافية في أمان الله.